السلام عليكم ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناه توب 7 مينوت. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك الى استفدتوا من هذا الفيديو وتبارطاجيوه للناس اللي غادي يحتاجوه. وصفه اليوم هي وصفه واحد خلطه ديال الزيت رائعه جدا جدا، وهي مزيانه مضاده للزكام واضطرابات الجهاز التنفسي وانسداد الجيوب الأنفية. هذا الخليط ديال الزيوت الطيارة وذو رائحة رائعة جدا جدا جدا، تستعملوها فقط في الليل، ممكن تستعملوها بالنهار لأنه بالنهار تنخرجوا وغادي يضربنا البرد، فمزيانة هذا الزيت الدار قبل النوم. زيت نضع منها بضع قطرات فقط على الأنف، هاكم تندهنو به الأنف ديالنا مزيان، ومن بعد تنغطاو فقط هادشي اللي فيه، نغطاو مزيان، نغطاو الوجه ديالنا باش نقي هاد الزيت، تنقي الجراثيم وتسكن الألم، وفي نفس الوقت تحيد تسرح لنا الجيوب الأنفية اللي مسدودة مخنوقة. بطبيعة الحال خاص يكون عندكم حداكم مناديل ورقية بجانبكم، لأن غادي يكون هناك سيلان الدم وغيكون مخط الأنف كتير بزاف، فما تخافوا والو. رغم أنه هاد الزيت رائحة طيبة جدا، الحال غادي يكون هناك سخونة في الجلد، وغادي تصبروا ليه شوية. دابا نذكروا لكم اشنو هما الزيوت اللي درنا هاد الخلطة. أول زيت وهي زيت حبة السوداء، أو بما يعرف في البلدان العربية زيت الشانوز، وهي حبات سوداء كما تشوفوا في الصورة. وهاد الزيت لها فوائد كثيرة جدا، وهناك من يسميها زيت الشفاء أو زيت البركة، فهي لها فوائد رائعة جدا وترفع المناعة ومفيدة للجهاز التنفسي، كذلك مضاد للفطريات والبكتيريات الموجودة في الجلد. وحاجة أخرى تاني، فهو يساعد على تسكين الألم ومضاد كذلك الفيروسات والأمراض الجهاز التنفسي، فهو عنده بزاف بزاف الفوائد، وكذلك تزيد في المناعة ديال الجسم. يعني تنستعملو واحد النسبة فقط، كمية قليلة لأنه قرعة هذا قارورة كبيرة بزاف، فغادي نستعملو منها غير واحد شوية. زيت الزعتر أو ويل أوريغان، وهو زيت مفيد جدا في حالات الالتهاب، التهابات ومشاكل الجهاز التنفسي، يعالج الكحة والسعال ومضاد للزكام، يساعد على قتل الميكروبات وطارد للطفيليات في المعدة، هو مفيد أيضا في مشاكل الجهاز الهضمي، يقوي المناعة، فممكن نشربوه ممكن، وطارد للبلغم، يعني حتى انه يساعد في حل تخلص من احتقان الانف، فممكن تستعمله حتى هو بضع كميات ملعقة صغيرة في الانف، ممكن استعماله وحده بدون ما تخلطوه مع الزيوت الاخرى، لانه هو كفيل بحل مشكل انسداد الانف. ولكن كاين اللي عنده امكانيات ممكن يدير الزيوت كلها، هاد الخلطات الزيوت كلها راه فعاله وغتعطي نتيجه فوريه. زيت الفليو، هاد الزيت رائع جدا جدا جدا، الدور ديالو انه مكافح للجراثيم، مضاد للزكام، كذلك مسكن لالم الجهاز الصدري او الناس اللي تعانوا من الروبو ياكو الزكام الحاد، فهو رائع جدا جدا. كذلك يفيد حتى في حالات السعال، يعني متى تكون هنا واحدة كحة فهو مزيان، خاصكم تاخدو اللي خالي من مواد الحافظة أو من مراكز اللي عندهم الزيوت المقطرة طبيعيا، فهذا أفضل بكثير من هذا.
فغادي تاخذوا اللي هو طبيعي، وتساعد كذلك في الحالات الروماتيزم، غنذكرها في الفيديو القادم ان شاء الله. هو مفيد جدا لنزلات البرد ومسكن لالام الربو، الم الصدر اللي بقوت السعال والكحه تكون قويه، تكون الصدر تالمك، فهو مزيان جدا. هو ايضا عنده واحد الدور اخر، وهو مضاد للروماتيزم والام والتهاب الروماتيزم، تكون تتكون كثافه ديالو ثقيله، تكون الزيت ثقيل شويه بزاف، فتستعملوا منه غير شويه فكافي. المهم تهدرت منه شويه باش خلطتو في هذا القارور. قال ان القرنفل عنده معروف بزاف على الام الاسنان، ولكن عنده واحد الدور زوين جدا، هو تحيد الام الراس، ألم الرأس، وكذلك ألم المفاصل، وألم الجهاز التنفسي. علاش؟ لحقاش عنده واحد الرائحة جد طيبة، وتحيد حتى الرائحة الكريهة اللي تتكون في الفم، فهو مزيان بالنسبة لنزلات البرد. بطبيعة الحال ضروري تكون عندنا ألم قوي جدا في مقدمة أو ناصية الرأس، فهو عنده دور كبير جدا في تخفيف من الم الاضطرابات التنفسيه، لانه تنستعملوا منه غير شويه. لحقاش هذا زيت القرنفل العطري، ماشي زيت القرنفل فقط، اذا كان زيت القرنفل فقط تستعمل الكميه اللي بغيتي، اما العطري فهو بهذا الشكل. هانتوما كيف تشوفوا، ها هو خاصكم من تحلو غادي ديروا بضع قطرات منه، ها فقط بدا قطرات. لحقاش هاد الكميه راه كافيه، الريحه ديالها قويه جدا، رائحه قويه جدا، فيجب تخففها مثلا بزيت الصباركة. اما من درت الخلطه اللي فيها تقريبا 7 زيوت، فتنديروها هاد جوج قطرات فقط. حذاري ان استعمالها مباشره على الزيت، لانها زيت زيت جد هاره، يعني ضروري، لانه هو زيت مركز خص تخففه اجباري باش ما يحرقش الجلد، حتى يولي سخون بزاف وما غاديش تقدروا تستحملوا الحراره ديالو، فمن احسن تخففه. اكليل الجبل هاد الزيت رائع جدا، حتى هو مضاد اضطرابات الجهاز التنفسي، ولكن ممكن تشربوا بضع قطرات مع ملعقة عسل، ديروا في مشروب دافئ وشربوا، لأنه مزيان تساعد على فتح انسداد الأنف، وكذلك مضاد لنزلات البرد، ورائع جدا بالنسبة للناس اللي تعانوا من ألم الروماتيزم. فاحنا غادي نركزوا فقط على مشاكل ديال الرواح واختناق هذا الأنف والصداع اللي تكون في الراس، فواحد من الزيوت اللي هي رائعة جدا جدا في هذا في تنقية وإزالة الجراثيم وتسريح هذا نسرحو هذا الجيوب الأنفية. زيت الكافور، زيت غني عن التعريف، رائحة ديالو معروفة، مجهدة بزاف، قوية قوية جدا، والدور ديالو راه معروف، تكون بزاف داخل في مستخلصات طبية، الأدوية الطبية. مهم تستعملوا الكافور بزاف، وحتى زيت الكاليبتوس والفليو اللي ذكرناه قبل، فهي من الزيوت اللي ضرورية اللي تتكون في المراهم، دوك الكريمات اللي تنشرو لي بوماد، هو الزيت اللي تكون فيه بزاف هو زيت الكافور، والدور ديالو راه باين مفيد جدا لحد وقف الالم اللي تكون في الركاب بزاف، الم الروماتيزم اللي عندهم خشونه ركبه ولا صداع في ركبه ولا حتى التواء، هذا هو الزيت اللي غادي ينفعهم بزاف ومسكين للالام، رائع جدا. وهذا كذلك راه معروف انه مضاد للسعال الكحه الخايبه بزاف، فهو راه تحيدها. علاش؟ لان هذا الزيت من الزيوت الحمد لله اللي طبيه وطبيعيه ومفيده جدا لجسم الانسان، كذلك يساعد على التخلص من التعب والإرهاق والألم العضلات، وفعال في تحسين الدورة
الدمويه ديال الاسم جسم الانسان، ومعروف بخواص ديالو كمطهر وقاتل للبكتيريا. يعني من الرائحه ديالو تعرف انه عنده واحد قيمه عاليه جدا بالنسبه للعشابين، وكذلك ما تنستغناوش عليه بزاف الحوايج، يعني تخدموا بزاف المستخلصات الطبيه. هناك ايضا زيت الخزامى او الافندر، هذا زيت عطري يعني مركز جدا، فضروري نخفف. هو نفس الشيء بالنسبه لزيت القرنفل، هو عنده راس بهذا الشكل، يعني هو تيكون هو مائي ومركز، غادي نستعملوا بضع قطرات من هو اصلا مطهر ومنظف الجروح، الحاجه المجروحه وهذا، ولكن حنا اللي تهمنا هو انه يساعدنا في حد من نزلات البرد، وكذلك تسريح وانسداد الجيوب الانفيه، وذو رائحه عطريه رائعه جدا، حتى اذا كان تبقى في الغرفه مده طويله جدا. عندنا ايضا زيت السدر، زيت غني عن التعريف وكذلك، والدور ديالو هو مضاد للسعال والتهاب الحلق والقصبة الهوائية، يعني عنده نفس الشيء، هو تساعد على الحالات ديال ضيق الصدر، يعني الناس اللي عندهم الربو يعني ممكن يشربوا منه بضع قطرات ويديروه في الماء دافي يشربوا في صباح وعشية، ولكن أنا استعملته فقط من ضمن الزيوت اللي غادي نستعمل موضع خارجي، يعني غندهنوا بها الوجه ديالنا والانف ديالنا بالخصوص، على باش نساعدوا على تسريح الانف من داك المخاط اللي تيسد المسالك التنفسيه. ومن بعد ما تنديروا هذه الخلطه الرائعه جدا بطبيعه الحال، خص يكون عندنا حدانا حدانا باكيه ديال الاوراق، اوراق هذا المناديل الورقيه، على لحقاش غادي نديرو واحد الطريقه اخرى اللي هي غادي نشريو هاد السفران ولا ماء البحر تشرب في الصيدليات، عنده الراس خاص به بالنسبه للاطفال، هذا بالنسبه للكبار تقريبا من 5 سنين الفوق تستعملوا هاد ماء البحر، ضروري لانه تطهر الجيوب الانفيه من داك المخاط كله. انا تنحلو عاود تنسدو، يعني تنعرفو الأنف عنده جوج تقيبات، يعني تنسدو واحد تقبة بالمنديل واحد تقبة تنديرو فيها بضع قطرات، نرشوه بحال هكا بحال هكا باش ولكن خص الرأس يكون محطوط على الوسادة باش يدخل ما يهبطش ديك الساعة، يدخل شوية ومن بعد تنضغطو هذا وتنديرو الاستنفار باش نخرجو استنشقو الماء البحر اللي تنضف الأنف، ومن بعد تنديرو استنفار باش نخرجو كل شيء، نخرجو كاع داك سميتو، باش في نفس الوقت الحرارة حتى الحرارة تترتفع، الحرارة بسبب أغلبية الأطفال تيكونو تيشربو لي زونتيبيوتيك المضادات الحيوية وهذا، وما تينعسوش تيبداو يبكيو الليل كامل بالصداع والغوات والكحة. فأنا نعطيك الحل هو هذا، هذه هي الوصفة اللي كنديرها أنا فاش نديرو كنوع من استفراغ وشفط الصدر، تنديروها عندنا حنا طريقه خاصه بين عندنا واحد اله غادي نبينها لكم في الفيديو، تنستعملوها باش نخرجوا كاع دوك السموم وداك المخاط اللي تيكون متقل الصدر، هو اللي السبب ان هذا المضاد الحيوي ما قدرش يحارب ديك البكتيريا والفيروسات اللي متقلين الرئتين. فحنا من بعد ما تنديرو هكا راه تنديرو هاد الزيوت راه رائعه، وتنستعملو ماء البحر او السيروم، حنا عندنا طريقتنا خاصه بالنسبه للمعالجين الطبيعيين او المرويدين الطبيين، تنديروها من بعد تنديرو حركات بالنسبه للطفل ولا حتى الانسان هكا بعد الضغط على الصدر والمساج، ومن بعد تنخرجو دوك هذا حاجاكم دوك المخاط الانفي غتكون فيه حتى رائحه
كريهوتي كل لون بطبيعة الحال لون أخضر الغامق، هذا دليل أكبر بأنه وراه الرئتين تقلين زيادة التنفسي مخنوق جدا جدا بسبب هذه المخاطر ونزلة بردية قوية جدا. فمن بعد ما تنتجمو فقط 3 أيام على حد الأقصى تنصلوا الحالة جد ممتازة. وما تنساوش أنكم تردوا لي الخبر في تعليقاتكم، لأن هذه الوصفة ماشي غير مجربة، راه عملية استعملها في العمل ديالي في الترويض الطبي. وثانيا راه عندي نيت أنا في المنزل ديالي في حالة من تيجي أشهر الباردة، هي وصفة رائعة جدا. ما تنسونيش بدعواتكم ولايكات ديالكم وتشجيعاتكم بالتعليق، وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله حول الروماتيزم، كيف نسكن ألم الروماتيزم وحركات التمارين لاستعادة وتقوية عضلات المفاصل.